ساعتها ما بيبقاش قدامك حل غير من الاثنين، يا ترجعه قبل ما يوصل لها، يا واحد فيكم موت التاني. جرايه يا منزل، ما باينة زي الشمس اهي، انت بتجادل ليه بقى؟ عشان مصريين يا رأفت، في النهايه مصريين، وانا صعبان عليا انك جبر ارفع سلاحي على مصري حتى لو هنت عليه ورفع سلاحه علي. بس الحكايه اكبر مني ومنه، دي بلد ممكن تروح وناس ممكن تدوي المر، منهم لله بقى اللي حشرونا الحشره دي. الحمد لله على السلامه يا معتصم. الله يسلمك يا اخ زياد. ادخل تريح بقى شويه وانا اكلم الاخوه عشان نشوف لك طريقه تروح لهم بيها. حاضر، بس بالله عليك جوام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا عزمت فتوكل على الله. الله المستعان. اللي يبيع نفسه للشيطان ويحارب اهله وبلده ما يبقاش مصري يا مازن، حتى لو كان عذره انه غبي او حمار او مضحوك عليه. يا اخي نفسي اشوفها سهله زي ما انت شايفها، بس مش قادر، واقفه في زوري ومش عارف ابلعها، بس يمكن عشان عارف ان هو ده اللي بيترتب لنا من زمان. اللي هو ايه؟ يسيبونا اتنين نحارب بعض عشان ما نفضلش نحاربه. ما حصلش وعمره ما هيحصل يا منسي. عارف ليه؟ عشان احنا ما تقسمناش، فينا شويه ضلوا، حلنا بقى ان احنا نطهر منهم ونقضي على شرهم عشان نفوق للشر الكبير. استر. ايه وشك قلب ليه؟ قاضي القوه هنا يا فندم. اوامر سيادتك. لا يا فندم، مسافه السكه. اتفضل يا فندم، اتفضل. هيطلع له اجازه ولا ايه؟ ربنا يستر، صوته كده مش مريحني. طب يبقى طمني. هو انت بتطمن يا كئيب؟